السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجنا الوطني إنجازات وطنية. وضيفنا لهذه الحلقة السيد زياد أبو جاموس، مالك مطاعم بيت العز للمأكولات العربية والشعبية والمذاق المميز لهذه المطاعم. سيد زياد أبو جاموس، مرحب فيك برنامجنا الوطني إنجازات وطنية. بنحكي لك مساء الخير. مساء الخير، وبداية الشكر والشكر الموصول إلكو على تعاونكو وعلى جولاتكو الميدانية هاي اللي بتعزز وبتعمق للمواطنين وللناس، وكيفية الشغل والعمل والمتابعة الحثيثة. يعني هاي إنجازات أنا بعتبرها إنجازات رائعة منكم من قناة جوسات. نعم، يعني سيد زياد أبو جاموس، لك الباع الطويل في عدة فروع لمطاعم بيت العز. حابين الآن نعرف السادة المشاهدين أكثر، من هو السيد زياد أبو جاموس؟ أنت غني عن التعريف بالمذاق العربي والشعبي لهذه المطاعم. حياك الله أخي الفاضل. الله يحييك. وإحنا زي ما تفضلت، يعني احنا بنحب دائما نقدم الافضل والاحسن. نعم. والشيء اللي بنقدمه افضل هو اللي بيرفعنا وهو اللي بيميزنا. نعم. يعني اذا بدنا نتميز احنا بنتميز بما بنقدم بس. نعم. نتحدث سيد زياد ابو جاموس عن بدايه تاسيس هذه المطاعم، عن اول فرع لكم في مطاعم بيت العز. والله احنا يا سيدي العزيز في لنا هذا تقريبا الفرع الثالث بفضل الله تعالى. ما شاء الله. الفرع الاول بالزرقاء، وهي فرع هنا في العبدلي بدايه الشميساني. نعم. وفي لنا فرع في جبل عمان، وان شاء الله احنا ناويين ننطلق للمحافظات الثانيه. نعم. حابين يعني توسعوا، نوسع خارج عمان وخارج الزرقاء. جميل، ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. اكيد سيد زياد ابو جاموس، نتحدث الان عن المأكولات العربيه والشعبيه، ماذا تقدمون في عده هذه المطاعم؟ والله احنا اخي الفاضل بنقدم يعني وجبات تقدر تقول يوميه، ووجبات للافراح وللاتراح. نعمل مناسف، اوزي، كبسه، برياني. نعم. خروف محشي. نعم. مندي، حسب الطلب، يعني اي طلب. بالاضافه كمان انه في عندنا قسم للسناكات. نعم. نعمل سناكات، سندويشات، للتواصي، أي شيء إحنا بنكون جاهزين إن شاء الله. إن شاء الله. يعني سيد زياد، كيف ترى إقبال المواطنين للوجبات العربية والشعبية؟ والله الحمد لله رب العالمين، بالفضل بالفترة الأخيرة يعني إحنا صرنا نلاحظ إنه الوجبات اليومية صار عليها إقبال أكثر. نعم. بعرف شو الناس يعني صار عندها ذيق الوقت، ولا إنه يحبوا مثلا يختصروا بالمسافات، فبجوز طبيعة الناس مرار يعني بلاقي انه صار الوجبات عليها طلب. نعم. يعني سيد زياد، يعني منشوف لك اكيد عندكم اجود انواع المواد الاولية الاصلية والفاخرة على ايدي اكبر الطهاة المتخصصين في هذه المطاعم. نتحدث عن شعبية هذه المأكولات، نتحدث عن التميز، عن الإبداع، عن جودة العمل. والله أكيد جودة الخبراء والكفاءات الموجودة عندك. أكيد سيدي، طبعا أي شيء الإنسان بيقدمه خاصة الأكل بالذات، أنا دائما بحكي بيعتمد على النظافة. نعم. وبيعتمد على الجودة، وبيعتمد على طيبة النفس. نعم. فأي أكل وين ما كان، إذا ما كان فيها نظافة وطيبة نفس وجودة عالية، مستحيل أنها تطلع أكلة مميزة. أكيد. كيف ترى تطور المأكولات العربية والشعبية في الأردن؟ هل هي متطورة بشكل ملحوظ سيد زياد؟ والله يا أخي صار فترة يعني في قفزة نوعية. نعم. يعني أنا بدي أقول لك إياها، مش عارف كيف إنها صارت زي موضة. الناس يعني صار شغلة المأكولات يقبلوا عليها إقبال الصراحة. نعم. شديد. شديد. نعم. أكيد. يعني بضم صوتي إلى صوتك سيد زياد أبو جاموس، بتواجه أي مشاكل أو معوقات سيد زياد أبو جاموس في هذه عدة هذه الأفرع؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني فيش إنسان إلا يواجه يعني. أبرز بس هذه. الحمد لله رب العالمين، طالما الإنسان ماشي وعارف شو بيشتغل وبيشتغل بالإشي الصحيح، لا يصح. نعم. إلا الصحيح، الحمد لله. يعني وزارة الصحة بتتعاون معكم؟
والله شوف أنا بالنسبة لي أنا بدي أوجه شكر لوزارة الصحة الصراحة. نعم. نعم. ولمؤسسة الغذاء والدواء. نعم أكيد. إحنا ما بنهاب منهم بالعكس. نعم. إحنا بنحب دائما يكونوا معنا وبنحب يشاركونا بآرائهم. نعم. بأفكارهم. نعم. بالعكس إلهم إلهم صراحة جهود. نعم. نعم. جبارة. مشكورة. نعم. مشكورة أنا يعني بثني على الجهد اللي هم بيقوموا صراحة. نعم. نعم. شو بتحب توجه لهم رسالة سيد زياد؟ بحب إني أوجه لهم رسالة إنه يعني رأس الحكمة مخافة الله. أكيد. يعني ييجوا وأي إشي ما يتهاونوا في أي إشي عشان. نعم. هذا نظافة للجميع أكيد. وهي صحة وسلامة للكل. نعم نعم يعني أنا بأيد جهودهم الصراحة. نعم يعني الوقاية خير من قنطار علاج. أكيد. نعم. أكيد سيدي الوقاية خير من ألف علاج. أكيد أكيد يعني سيد زياد أبو جاموس يعني إحنا نتمنى لكم التوفيق أكيد وأيضا نشكر وزارة الصحة الغذاء والدواء عبر هذه الشاشة الصغيرة قناة جوسات دائما جهودهم جبارة ونشكرك أيضا لهذا اللقاء سيد زياد أبو جاموس لكن دائما لكم طموحات ورؤية مستقبلية للتوسع يعني أنت ذكرت قبل قليل أنك تفتحوا أكثر من فرع إن شاء الله. والله الحمد. نعم. لله رب. عندكم مشاريع أخرى سيد زياد أبو والله جاموس؟ والله إن شاء الله ناويين للمحافظات. وفي بعض الأخوة الأصدقاء عرض علي حتى من خارج الأردن عرض علي فكرة يعني لدول الخليج. نعم. والصراحة هاي الفكرة يعني لا زالت قيد الدراسة وإن شاء. نعم. الله. نعم. عشان أجوا هم يجربونه. نعم. أجوا بالصيف وهم يجربونه وهم. نعم. عرضوا علينا الفكرة وهم اللي قاعدين يشتغلون. يعني ممكن فيها. تفتح فروع بدول الخليج إن شاء والله الله. والله إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب إن شاء الله دائما للتقدم. نعم. من مطاعم بيت العز لكن قبل أن ينتهي هذا اللقاء نحن نعيش بمنظومة نعمة أمن وأمان والحمد لله على نعمة الأمن والأمان ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار الله يديم الأمن والأمان على جميع الدول العربية. لو قدر لك في هذه الأيام سيد زياد أبو جاموس من مطاعم بيت العز الفاخرة العريقة تتمتع بالتميز والمذاق كما شاء الله أنت قبلت ما جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة وفي ظل هذه القيادة الرشيدة ماذا ستقول له سيد زياد أبو جاموس عبر هذه الشاشة المايك معك والكاميرا أمامك؟ والله أنا أتمنى أول شيء هذا الفخر الكبير أني أتشرف بلقاء جلالة الملك. نعم. ويا ريت يعني اني اتشرف بلقاء جلالة الملك واذا بدي احكي مش عارف هسه شو راح من كثر حبي له ما راح اقدر اقول لك ما راح توصف اكيد اي كلام اكيد المحبه. نعم. يعني امرار بـ يعني يعني ان شاء الله الله يخلينا جلالة الملك عبد امين يا الله في ذكرى حكيمة حماه الوطن العين الساهره دائما بسهر على راحة المواطن الله يعطيهم العافية وجودهم جبارة بكل منطقة وكل نقطة في الأردن. إيه شو بتحب توجه لهم رسالة؟ والله إحنا بنشد على إيديهم وإحنا معاهم وإحنا سند لهم إن شاء الله بإذن الله تعالى المواطن أنا بعتبر أي مواطن وين ما كان موقعه جندي من جنود هذا الوطن. أكيد وأنت رجل من أعمدة هذا الوطن سيد زياد أبو جاموس والله يعطيهم العافية الجهات الأمنية إحنا قبل نهاية هذا البرنامج حابين نحدد للسادة المشاهدين عدة هذه الفروع مطاعم بيت العز للمذاق والتميز أيضا مرة أخرى مذكر السادة المشاهدين أرقام الهواتف أكيد للتواصل سيد زياد وأيضا التواصل الاجتماعي على الفيسبوك على تويتر أيضا الويب سايت حابين نذكرهم عبر هذه الشاشة تفضل سيد زياد إن شاء الله طبعا في إلنا موقع على الفيسبوك وفي إلنا كمان يا سيدي بروشورات بنوزع وفينا بعض الدعايات يعني الخاصة فينا لو نذكر فقط موقع الفيسبوك باسم مطاعم بيت العز مطاعم بيت العز مطاعم بيت العز. آه. نعم أكيد الأرقام ستظهر على الشاشة عند زميلنا مدير التصوير السيد أحمد الخالدي إن شاء الله من قناة جوسات الفضائي الأردني نتمنى لك توفيق سيد زياد أبو جاموس أقول لك الله يعطيك العافية وجودك مشكور دائما وأبدا معنا لدعمك لبرنامجنا الوطني إنجاز الوطني وإنتوا والله كمان جهودكم المشكورة صراحة يعني أنتوا كمان بتلعبوا دور كبير أنتوا الأساس أكيد أنتوا نعم أنتوا نعم. الأساس الصراحة نعم الله يعطيك العافية سيدي الله يعطيك العافية سنقوم الآن بجولة بكاميرا إنجازات وطنية داخل مطاعم بيت العز للمأكولات العربية والشعبية يا حياك الله بتشرفونا